السلطان اكتر شخص في العالم عارف انه جامد، اسطورة ماشية على الارض، الشخص اللي لما قعدوه على جهاز كشف الكذب الجهاز اعترف له بكل حاجة، بابا نويل في راس السنة بيكتب طلبات ويبعتها الابرة. اقول لك حاجة كمان، ده مرة نط من طيارة والباراشوت مرضيش يفتح، تاني يوم راح رجعه للمحل علشان بايظ. زلطان ما بيمشيش على الارض، الارض هي اللي بتتحرك تحتيه. كل اللي انا قلته ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. تعال تعال انا هحكي لك الحكايه. زلطان شفيق ابراهيموفيتش، وموضوع شفيق ده بجد، اتولد في 3 اكتوبر 1981 لاب بوسني مسلم، هاجر من البوسنه سنه 77، وامه كرواتيه مسيحيه اسمها يوركا جرافيتش، هاجرت برضو هي كمان للسويد. ابرا عنده 5 اخوات، ولدين وثلاث بنات، اتولدوا وكبروا في روزنبرج في مالمو بالسويد، المنطقه اللي معروفه بالمهاجرين. وهو عنده 6 سنين ابوه اشترى له اول حذاء رياضي في حياته، كان عايز يخفف عن معاناته. وبالفعل بدا زلطان يلعب كره في الشارع قبل ما يقرر ابوه انه يلعب في انديه محليه تجنبا لمشاكل الشارع، علشان يتنقل ابرا بالنادي روزينجراد واف بي كي بلقان. وحكى ابرا انه في مره وهو قاعد احتياطي في مباراه وفريقه كان متاخر 4-0، عشان يقرر مدربه ينزله في الشوط الثاني ويسجل 8 اهداف، ومن بعدها بقى لاعب اساسي بل واهم من المدرب نفسه. في الفتره دي حياه ابرا كانت صعبه قوي، ابوه ادمن على الخمور وتصرفاته بقت حاده، واخته ادمنت الهيروين، وعيلته بدات تتفكك، ولقى نفسه مسؤول وسط كل ده وفي سنه وعمره ده، وده انعكس على شخصيته. مسيرة إبرا بقى تطورت لحد ما وصل نادي مالمو، لكن وهو عنده 15 سنة كان بيفكر يسيب النادي ويروح يشتغل في المينا، لكن مدرب الفريق وقتها أقنعه يكمل في الكورة وقال له في يوم من الأيام أنت هتبقى واحد من أعظم اللعيبة في العالم. المدرب ده ليه حكاية مع إبرا، في مرة بعد التدريب إبرا خرج لقى عجلته اتسرقت، علشان يقرر وبكل هدوء يشوف أجمل عجلة في المكان وياخدها. تاني يوم راح التدريب لقى المدرب متنرفز ومش طايق حد، علشان يسأله في ايه، ويقول له عجلتي اتسرقت امبارح. وبعدها فضل إبرة فترة طويلة يسرق عجل كنوع من أنواع الترفيه بس. في الفترة دي وعلى عكس اللي انت سمعته، إبرة كان شاطر جدا في الدراسة، ذكي جدا لدرجة انه نجح في المرحلة الإعدادية بدرجة امتياز، وجات له منحة دراسية في مرحلة الثانوية في مدرسة مالمو بورجاسكولا، لكن لأنه إبرة رفض وقرر يكتفي بالتعليم لحد كده ويركز على الكورة وبس. إبرة اتصعد للفريق الأول لمالمو وهو عنده 19 سنة، وفي أول موسم سجل 19 هدف، ومع سنه الصغير ده وقدراته اتعرض عليه من 3 فرق علشان يشتروه، روما وأيكس وأرسنال. في الفترة دي أرسن فينجر بنفسه تدخل لإقناع إبرا ينضم الأرسنال، وفعلا راح لندن، ولكنه اتصدم لما قالوا له إنك هتقضي معانا فترة معايشة، وقال لهم مش أنا اللي يتعمل الاختبارات، وقام راجع السويد تاني علشان يجي سنة 2001 وأيكس يعلن التعاقد مع زلطان إبراهيموفيتش مقابل 80 مليون كرونة سويدي، يعني حوالي 8.7 مليون يورو. قبل ما يركب الطيارة ويسافر هولندا، إبرا راح لأبوه وقال له أنا هسافر من دلوقتي، أنت راجل البيت. بداية إبرا مع أيكس ما كانتش قوية، المدرب كو أدريانسي كان بيلعبه كبديل لحد ما وصل رونالد كومان في نوفمبر 2001، ويقرر من أول يوم ليه إن إبرا هيكون أساسي ويقود الفريق للفوز بالدوري. فأول مباراة في دوري الأبطال سجل 2 قصاد ليون، وفي 2004 سجل إبرا هدف ما يتنسيش ضد بريدا وفاز بهدف العام. لكن في مباراة ودية في 18 أغسطس 2004 بين السويد وهولندا، إبرا اتسبب في إصابة فاندرفارت واللي كان بيلعب معاه في أيكس، تمام؟ تمام، علشان يخرج يتهم إبرا إنه تعمد إصابته، وتحصل حاجة غريبة جدا، أيكس يبيع إبرا ليوفنتوس في 31 أغسطس قبل ساعات من قفل سوق الانتقالات. في المجمل إبرا لعب مع أيكس 74 مباراة وسجل 35 هدف. قبل ما نعدي مرحلة أيكس، في حكاية حصلت هناك عايز أقول لك عليها. تعرف إبرا في أيكس كان ليه كام صاحب؟ 2 بس، رايولا، وواحد تاني لعب معاه في معظم الفرق ماكسويل. سبب الصداقة دي بقى إن في مرة ماكسويل زار إبرا في شقته وحس إنه جعان فطلب أكل، لكن إبرا ما كانش معاه أي فلوس والتلاجة فعلا كانت فاضية، ماكسويل فهم.
استأذن وبعدها بشوية رجع ومعاه كميات مهولة من الأكل، لدرجة ان التلاجة ما كانتش بتتقفل من ساعتها. وإبرة حس انه مديوله بقيت العمر. يلا بينا على إيطاليا. إبرة وصل يوفنتوس مقابل 16 مليون يورو، وده رقم ضخم جدا في الوقت ده، علشان يطلع في نهاية الموسم الأول رايولا ويقول إن الريال عايز إبرة ب 70 مليون لكن زلطان رفض علشان بيحب يوفنتوس. وطبعا طلع الموضوع كله بلح، بس رايولا بيحب يعيش شوية. ما علينا، الموسم الثاني الإبرة اتغير دوره من مهاجم صريح للاعب طرف أو أشبه بلاعب طرف، وفي نهاية الموسم حصلت فضيحة الكالتشيوبولي الشهيرة وهبط يوفنتوس للدرجة التانية واتسحب منه لقبين الدوري، علشان إبرا يقول لهم أنا لعبت معاكو 70 ماتش وجبت 23 هدف، مع نفسكوا بقى أنا هخلع، ويهدد إنهم لو مش بعوب مزاجهم هيرفع عليهم قضية ويستغل الفضيحة ويفسخ العقد. يوفنتوس سلم للأمر وللواقع، وفي 10 أغسطس 2006 أعلن أنه يبيع إبرة للغريم التاريخي إنتر ميلان مقابل 24.8 مليون يورو. إبرة أول ما وصل عمل الحركتين بتوعه، قال أنا طول عمري بشجع إنتر ميلان ومثل الأعلى الظاهرة رونالدو، يا حبيبي يا إنتر، والستة تعيط والرجالة تقول الله أكبر. رحلة إبرة مع الإنتر هي الأفضل الصراحة في مسيرته، تقدر تقول اللاعب فعلا انفجر، خصوصا إن بعد فترة قليلة جه سبيشال وان مورينيو. يكفيك بس إنك تعرف إنه في 88 مباراة سجل 57 هدف وفاز بكل الدوريات اللي لعبها هناك، وفاز بكاس السوبر مرتين. لكن في المرحلة دي إبرة ما كانش عنده غير حلم واحد، انه يفوز بدوري الابطال. هو كان على قناعة ان الفوز بيه مع الانتر صعب، ولكن ممكن في برشلونة مع الجيل الذهبي تحت قيادة جوارديولا هيكون سهل، علشان اول ما يجي عرض برشلونة يمسك فيه ويتبت. ابرا كان واضح طلب من الادارة انهم يبيعوه، وخصوصا ان العرض كان ضخم. مورينيو راح له وقال له لو عايز دوري الابطال خليك معايا، انا هفوز بيه السنة دي. لكن ابرا رفض وقال له لا يا عم، فرصة برشلونة صعبة تتكرر، علشان انتر يوافق ويحترم رغبة اللاعب ويبيعه لبرشلونة مقابل 35 مليون يورو زائد سامويل إيتو. مسيرة إبرة في برشلونة بقى ما تقدرش تفهمها. اللاعب كان جيد جدا، ولكن فجأة كل حاجة اتغيرت. جوارديولا ما بقاش عايزه، وإبرة ما بقاش طايقه وبقى عايز يمشي. كل ده في أول موسم. إبرة حكى عن فترته في برشلونة وقال في برشلونة كانوا زي طلاب المدارس، نفس الكلام، ممنوع عربيات فارهة، نفس الأكل، نفس النظام، كله يسمع الكلام من غير ما يسأل ليه. في إيطاليا لو المدرب قالك نط بتسأله أنط ليه؟ في برشلونة توافق وبس. الوضع كان صعب جدا عليا، لكني كنت بحب برشلونة وعايز أنجح وعملت زيهم. لكن برضو جوارديولا كان عنده مشكلة معايا ما كنتش عارفها، مش عارف الراجل ده ما كانش حابب وجودي مهما عملت. طلب مني ارجع ادافع، وافقت ورجعت. طلب مني اروح للطرف، وافقت ورحت. ما كانش بيتكلم معايا ولا بيسلم عليا. حسيت اني مكروه منه، رغم ان علاقتي باللعيبه كانت ممتازه لحد مباراه فياريال لما غيرني. عرفت ان كده خلاص الموضوع انتهى. فتره ابره مع برشلونه كانت جيده، يعني 29 مباراه في الدوري سجل 16 هدف وصنع 7 اهداف، وفي 9 مباريات في الأبطال سجل 9 وصنع هدف، ودي أرقام كويسة جدا لأول موسم اللي هو أصلا موسم التأقلم. إبرة في الفترة دي فاز مع برشلونة بالدوري والسوبر الأوروبي وكاس العالم للأندية والسوبر الإسباني، وعرف طعم البطولات القارية. بس فضلت رحلة إبرة في برشلونة سايبة جواه جرح عميق، خصوصا لما الانتر هو اللي اقصى برشلونه من نص نهائي الابطال، لا وفاز بالبطوله كمان. الانتر اللي ابرا سابه وساب مورينيو اللي وعده لو فضل هيكسب البطوله، وبعدها يقرر يروح ميلان في صفقه وصلت ل 24 مليون وعلى اقساط كمان، علشان في اول موسم ليه يلعب معاهم 8 مباريات في دوري الابطال ويسجل 4 اهداف و29 مباراه في الدوري ويسجل 14 هدف ويصنع 11 ويقودهم للقب الدوري اللي غاب لسنين عن ميلان. في الموسم الثاني ابرا بينفجر اكتر ويسجل 5 اهداف ويصنع 4 اهداف في مباريات دوري الابطال و28 هدف ويصنع 6 في 32 مباراه في الدوري ويفوز بلقب هداف الدوري. في نهاية الموسم ده كانت بداية إعلان عن مشروع باريس سان جيرمان الضخم، وكان لازمهم أيقونة للنادي
وكل الأنظار توجهت ناحية مين؟ إبراهيموفيتش، واللي كان رافض يمشي من ميلان وقال عن المفاوضات دي: عرفت إن باريس طالبني، وفي وقت التفاوض معايا قررت أطلب طلبات مجنونة علشان يرفضوا وأفضل في ميلان، ولكن في كل مرة كنت بطلب حاجة مجنونة كانوا بيوافقوا، وقتها يعني اضطريت إني أوافق لإني اديتهم كلمة الصراحة. فأول موسم ليه هو بيقول يا هادي. لكن في 2016 مورينيو راح اليونايتد وقرر يلم الشمل مع إبرا اللي مفكرش كتير، كان عايز تحدي جديد. البعض كان بيقول عليه خلاص بقى عجز والدوري الفرنسي مناسب ليه، فقرر يروح انجلترا. وعلى فكرة دي أول مرة ليه يلعب في انجلترا وهو عنده 35 سنة. فأول بسم الله الرحمن الرحيم كده سجل هدف الفوز بالدرع الخيرية على ليستر. لعب 11 مباراة في اليوروب ليج، سجل 5 أهداف وصنع 3 وفاز اليونايتد باللقب. وفي الدوري الأقوى في العالم لعب 28 مباراة وسجل فيهم 17 هدف وصنع 5 أهداف، لحد ما جاله رباط صليبي داخلي وخارجي والكل قال خلاص هي دي نهاية السلطان. طبيا الموضوع ياخد حوالي سنة خصوصا في السن ده. عمليا بقى إبرا رجع بعد 4 شهور، ولما تسأل قال لأ انت ازاي رجعت من الإصابة دي بالسرعة دي يا عم الحاج، قال لهم الأسود ما بتتعفاش بنفس سرعة البني أدمين. تبا للتواضع. بعد موسمين في مانشستر يقرر إبرا يخوض تحدي جديد في أمريكا مع لوس أنجلوس جالاكسي. بالراحة كده لعب 58 مباراة، سجل 53 هدف وصنع 14. تواخد بالك من الأرقام؟ في الفترة دي كان حرفيا إيسي ميلان بيعاني، النادي بينهار والوضع سيء والنتائج رايحة في داهية. علشان تقرر الإدارة ترجع لاعب يقود المجموعة بس، ما كانش الهدف فني ولا أي حاجة. وإبراهيموفيتش من لوس أنجلوس يلبي نداء الميلان، النادي اللي فعلا ساب مكانه في قلبه. وأول ما يوصل إبرا يقول تصريح غريب: أنا مش جاي أختم مسيرتي في ميلان، أنا جاي أفوز بلقب مع الميلان. وقتها الموضوع كان عبط خام، ميلان ايه يا عم اللي جاي تفوز معاه بلقب؟ ده الفريق بيحلم يتأهل دوري ابطال. المهم إبرا في اول 18 مباراة مع الميلان سجل 10 اهداف وصنع 6 علشان يقود الفريق للدوري الاوروبي. تمام. وفي تاني موسم يلعب 19 مباراة ويسجل 15 هدف ويصنع هدفين ويقود الفريق للمركز الثاني والدوري الابطال زي ما كانت الجماهير بتحلم. في الموسم الثالث بقى يحقق ميلان المعجزة ويفوز بالدوري، ويدخل إبرا باحتفال تاريخي بعد ما سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف وكمل الموسم وهو عنده 40 سنة. لا ومش بس كده، مصاب بالرباط الصليبي، ومش أي رباط صليبي، ده داخلي وخارجي. ويدي درس للكل إن العمر مجرد رقم، ولسه ما جاش اللي يقف في وش إبرا. زلطان أسطورة، حبيته بقى كرهته، شايف ان في افضل منه، هو برضه اسطوره. شخصيته، ردوده، طباعه الحاده والصفات اللي اكتسبها على مدار مسيرته الطويله من المعاناه خلته شخص صعب يخسر تحدي، بل دايما بيخلق لنفسه دافع جديد. بص خدها قاعده، في مهاجمين وفي ابره، وهي دي حكايه السلطان. وماذا هنا ساسكت قليلا، هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا النجم الذي كرة القدم